في محل ندله ندهله في محله نسري الليل كله لا بغينا بين رفوف السيف جاليري. أسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة وأفلح من صلى على النبي محمد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. لابد أن يكون عندك في البيت أواني أنت ما تحتاجها وبرضو مثقلة عليك ومسوية زحمة عليك في المطبخ يعني ما تستخدمها لأي سبب إن كان. السيف جاليري أطلقوا هذه المبادرة اللي احنا جايين عشانها اليوم. إذا عندك أي معون أو أي إناء أنت ما أنت في حاجته، أهم شيء يكون قابل للاستخدام، حالته لا بأس فيها ليست سيئة، تجي لأي فرع من فروع السيف جاليري وتسلمه لهم، تستبدل يعني، وتأخذ كوبون خصم 30%. كل مرة تجي تستبدل تأخذ كوبون خصم 30%. أنا أشوف أنها مبادرة طيبة، الله يكتب أجرهم، كذلك أنتم المستفيد الأول من هذه المبادرة. خليكم معنا، الله يكتب أجرك. الله يكتب أجرك، مبادرة طيبة، يعني المستفيد منها الأول الناس. الله يعطيك. إي والله الناس. أواني الناس. نعم صحيح. وديها للناس اللي تحتاج. يا سلام. بس حنا الوسيط. لا كذلك برضه يأخذ كوبون خصم. خصم إضافي. يعني الأواني هذه اللي أنتم تأخذونها ترتبونها وتعطونها إلى ناس محتاجين بعد. أها هذه نقطة إضافية ما شاء الله. أواني وبالتعاون مع لجنة التراث. لجنة التراث. اللجنة العليا لرعاية السجناء واهل السجناء. الله يكتب اجرك. جميع فروع السيف جاليري في المملكة حتى في عرعر في كل مكان. الله يكتب اجرك كايدة. الله يكتب اجرك. السيف جاليري في المملكة. الأمر الآخر، نستقبل ثلاث فئات، فئة الترامس والأجهزة الكهربائية بكافة أقسامها وكذلك الأقدور. الأمر الثالث، نستقبل من جميع الماركات الموجودة في البيوت وليس حكرا على ماركة محددة. والله يكتب أجر الجميع وأجركم يا إعلاميين وأجر الجمعية وأجر السيف جاليري. وإن شاء الله بإذن الله قريبا بعد شهر من الآن بنطلع تقرير عن عدد الأدوات المستخدمة المستبدلة، عدد الأسر التعاون مع تراحم اللي استفادت من هذه المبادرة، ونطلعها في تقرير إعلامي ينشر في القنوات وعند حسابات المشاهير. يعطيكم العافية. الآن ما اشترطوا انك تكون من نفس الشركه، هذا اكبر دليل على انه المبادره او الحمله هذه اجتماعيه. يا جيل اللي تكلم يا سيو